وحدات فالي تاور زادت من 984 ل 2406، وده اللي قاله الوزير امبارح. الكلام ده ليه؟ لان حجم الاقبال على الوحدات دي كبير جدا، فهم زودوا عدد الوحدات علشان تستوعب الناس المتقدمين للحجز. خلينا نفكركم بالمشروع ده. فالي تاورز موجود في حدائق اكتوبر، والحجز بتاعه بدا يوم 30 يونيو، والمفروض ان هو هيستمر لحد يوم 29/8. المساحات في المشروع ده بتبدا من 95 وبتوصل لحوالي 101 متر، وسعر المتر بيتراوح من 15 ل 16000 جنيه. الموقع بتاع المشروع ده ممتاز جدا لانه قريب من المتحف المصري الكبير ومول مصر ومدينه الانتاج الاعلامي، وكمان بيبص على الاهرامات. بمجرد ما الحجز بيقفل هيتم الاعلان عن القرعه العلنيه للمشروع. وكمان في حاجه بخصوص مشروع بيت الوطن، الوزير قال ان هيتم الاعلان عن مرحله جديده الفتره اللي جايه. واللي ما سمعش عن مشروع بيت الوطن، فالوزارة عاملاه علشان المقيمين بالخارج يبقى عندهم شقق أو أراضي في بلدهم، ودلوقتي المفروض إنهم بيجهزوا الوحدات اللي اتطرحت في المرحلة العاشرة اللي نزلت يوم 8 مايو، والمفروض إنهم بيجهزوا للمرحلة الجديدة. المشروع ده أطلقته الوزارة أول مرة في 2012، من 2012 لحد 2023 اتنفذ منه 9 مراحل. والمشروع ده مش شقق بس، هو متنوع، في أراضي وفي فيلل وكمان مقابر، وحجم المبيعات وصل لحوالي 7.3 مليار دولار لحد دلوقتي.